نحن طرحنا هذا منذ أول رؤية قدمت الحكومة في اجتماع الأول للائتلاف والذي نالت بموجبه الثقة، وطرحنا هذا على أصدقائنا أصدقاء الشعب السوري، وركزنا على هذه النقطة كثيرا في الأشهر الأخيرة، لا بل أنني في الأشهر الأخيرة أخذت أصرح وأنا جازم في هذه التصريح أنه إذا لم يتحقق هذا الشيء وأن تنتقل الحكومة السورية المؤقتة بكاملها إلى الداخل فلا معنى لوجودها، إذ أنه لا معنى لوجود الحكومة بدون أن تكون قريبة من الناس، تحس بآلامهم وتشعر بمواجعهم وتسعى لتذليل صعابهم. هذه الفكرة الجوهرية قد يكون من المناسب تماما في هذه الظروف التي استجدت في محافظة إدلب أن نهيئ لها، لذلك كان تعبيرنا أن الحكومة السورية المؤقتة تسعى جاهدة وبالتوافق مع الكتائب والفصائل والقوى المؤثرة على الأرض، ونحب أن نركز على هذه النقطة، إذ أننا نريد أن نعمل كل شيء بالتوافق معهم ولا نسمح لأحد أن يسرق منهم ثورتهم وانتصارهم الباهر. نحن في مرحلة قريبة قادمة إن شاء الله نأمل أن نتمكن من إنجاز ما تحدثنا عنه في بياننا، ونأمل ألا يحصل ما يكدر ذلك الصفو، وإن تنفيذ هذه البنود التي تحدثنا عنها تحول بيننا وبين الكارثة التي أصابت محافظة الرقة، إنما تركت بغير معيل وغير معين، فاستولت عليها جهات تسببت في كل هذه المآسي التي أحاطت بإخوتنا في محافظة الرقة. لا أعتقد أن هذا يعتبر منطقة عازلة، إذ أن المنطقة العازلة بالرغم من أهميتها وتأييدنا للمطلب التركي في هذه المسألة له شروط مختلفة، إذ أن كما تعلم أن المنطقة الآمنة، ولا أريد أن أقول العازلة، إذ أن العازلة تكون بين قوتين أو بين بلدين متحاربين، هذا نظام مجرم الذي سفك دماء شعبه وأهلك الحرث والنسل، وضعه مختلف. نحن نريد منطقة آمنة يأمن فيها الشعب السوري حريته وكرامته وأمنه واستقراره، ونحن مصممون على هذا. هناك بعض الآراء التي تعترض على مثل هذا التوجه، لكن أملنا أن يتم تذليل ذلك، ونحن نعتمد على ما تم في الأشهر الماضية. لاحظنا أنه عندما نسعى إلى تقديم الخدمات للناس فإن الفصائل حتى ولو كانت مختلفة عنا أيديولوجيا أو مختلفة عنا سياسيا فإنها لا تتدخل في عملنا طالما أن الهدف هو خدمة هذا الشعب السوري الكريم.